بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. نتكلم هذه الليلة إن شاء الله في رحاب مدرسة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. هذه المدرسة التي يتعلم منها الإنسان الكثير، والتي تصنع من خلالها الرجال الحقيقيون. كل من يتدبر ويتأمل في شخصية أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه يجدها شخصية مفعمة بالعطاء، مفعمة بالحياة. أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه عندما جاء إلى هذه الدنيا جاء على وفق تخطيط استراتيجي من قبل أمير المؤمنين عليه السلام، عندما طلب من أخيه عقيل أن يختر له امرأة ولدتها الفحول من العرب، امرأة عظيمة لتلد رجلاً عظيماً كأبي الفضل العباس عليه السلام. وتذكر الرواية بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان ينتظر هذا المولود، وكان يعرف بهذا المولود وهو العباس عليه السلام. العباس عليه السلام ترعرع في أحضان أمير المؤمنين عليه السلام، في أحضان باب مدينة العلم، في أحضان تلك الأسرة الطاهرة التي رفع الله سبحانه وتعالى عنها الرجس وطهرها تطهيرا. فكان خير تلميذ مجد ومجتهد عندما يتعلم من أبيه ومن أخويه الحسن والحسين عليهما السلام. تعلم الكثير، ولذلك بانت عبقريته وبان إبداعه في نعومة أظفاره. كان صغير وكان معروف بالشجاعة، كان صغير وكان معروف بالكرم، معروف بالوفاء. هناك ميزات متعددة لو أن الإنسان يتأمل في المنابر الشيعية، في أدب المنابر دائما هناك إشعاعات تخرج من شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام إلى الأمة. شو بأنه أدبية المنبر الحسيني يسلط الأضواء على هذه الشخصية، وحتى أن المجتمع اليوم، المجتمع الشيعي، تجد بأنه تأثر كثيراً بأبي الفضل العباس عليه السلام. بل هناك بعض المجتمعات وضعت قوانين معينة ووضعت عليها اسم أبي الفضل العباس عليه السلام، ما جاءت هذه الأمور اعتباطاً، مع غض النظر عن شرعيتها، ولكن ما جاءت اعتباطاً، وإنما جاءت على وفق خلفية كبيرة من التأثر بهذه الشخصية المعطاء، وهي شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام. فمن ضمن الأمور التي نتعلمها من هذه المدرسة، والتي تظهر كثيراً
في شمس أبي الفضل العباس عليه السلام هي كيف أن الإنسان يتعامل مع أرحامه، خاصة مثل العلاقة التي تكون ما بين أولاد الضرة. العباس عليه السلام بطبيعة الحال من غير أم، صحيح من أب واحد ولكن من أم أخرى، الحسن والحسين عليهما السلام من أبناء فاطمة الزهراء عليه السلام. أما العباس وإخوته أبناء فاطمة الكلابية عليها الرحمة. لكن أظهر من يدقق في هذه الشخصية يجد بأن العباس عليه السلام ذاب في الأخوة، ذاب ذوبان تام في الأخوة، بل ما كان ينظر فقط أخوة، كان ينظر أعلى من مرتبة الأخوة. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على صدق تلك الشخصية، بأنها شخصية كانت صادقة، شخصية كانت مستمعة للحق والحقيقة، شخصية غير أنانية، شخصية غير آخذ مأخذ النسب بأن أنا أيضا ابن علي بن أبي طالب، أنا أيضا أبي علي بن أبي طالب. لكن لا، الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب ولكن إمامان معصومان. أما العباس عليه السلام أدرك بأن هذان بأن هذين الإمامين هما إمامان له إن قام وإن قعد. فتجد وظف أبو الفضل العباس عليه السلام تلك الأخوة في خدمة الأئمة، في خدمة الإمامين عليهما السلام. إذن نرى في شخصية أبي الفضل العباس الرحم ظاهر، وهذا ينبغي لكل إنسان أن يستفيد بأنه إذا كان هذا بعض الناس والعياذ بالله إخوة من أب وأم، إخوة، لكن سبحان الله قد يقع بينهم حتى القتل والقطيعة والحرمان، وهذا موجود في مجتمعاتنا. يا حبذا لو أنهم تأملوا في أبي الفضل العباس عليه السلام، كيف أن الرواية تذكر بأنه كان ينزل إلى المشرعة وكان قلبه من شدة العطش، تمثله الرواية بأنه أشد حرارة من الجمر، هذا كناية عن شدة العطش، كان في حالة من العطش وهو في حالة من القتال، ويمد يده بأبي وأمي إلى الماء يريد أن يشرب، يتذكر عطش أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أشرب وأخي الحسين عطشان؟ التفت إلى كيف يظهر العباس عليه السلام. إذن شخصية عظيمة، أين نجدها؟ أين توجد هكذا أخلاق، هكذا رحم، هكذا وفاء؟ لا يشرب الماء وأخوه عطشان، لكن عندما تأتي إلى الكثير والكثير لا، قد ينظر إلى أخيه وإلى أبناء أخيه وهم في حالة من الجوع، في حالة من الحرمان، في حالة من الفاقر، في حالة من العاوز، ولكن أبداً لا يوجد في داخله بصيص من الشعور اتجاههم، ما يشعر، هو ما يشعر به. إذن ينبغي أن يستفيد من هذا الإمام الطاهر ومن هذا السيد العظيم. كذلك نتعلم في مدرسة أبي الفضل العباس عليه السلام الوفاء والولاء، كيف أن أبا الفضل عليه السلام عرض عليه الأمان وعرضت عليه العروض باعتباره قائد عسكري محنك وشجاع ويتقن شتى أصناف الفنون القتالية، بحيث كان معروف في ذلك الزمان بشدة وقعه وبأسه تهابه الشجعان والفرسان. وهذا كيف اكتسبه؟ هل بالعنوان؟ هل اكتسبه من جهة معينة أعطته رتبة معينة أو شهادة معينة؟ لا، اكتسبه من خلال إثبات وجوده في الساحة
عندما قارع الأبطال وقارع الفرسان والأشاوس وأثبت وجوده، فشهد له القاسي والداني بذلك. لذلك كان يرهب الأعداء عندما يدخل إلى المعركة. روي عن علي بن الحسين السجاد عليه السلام أنه قال: رحم الله العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله عز وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. عرضت عليه عروض بأنه اترك الحسين عليه السلام وأنت وإخوتك في مأمن، لكن انظر إلى الولاء الحقيقي. قد هناك سائل يسأل يقول: نعم هذا أخوه، والأخ لا يترك أخي. لا، كم وكم في الدنيا قد ترك الأخ أخاه، بل باع أخاه بدراهم قليلة، باعه عندما تركه للزمن، وعندما تركه للظروف، وعندما تركه للشدائد. يقولون له: يا أبا الفضل، خاصة عندما كان شمر الملعون، أنت وإخوتك في مأمن. قال: والحسين وأبناء الحسين بهذا المعنى؟ قال: إلا الحسين وأبناء. قال: قبحك الله يا يزيد وقبح أمانك، أتؤمننا وابن بنت رسول الله لا أمان له؟ شوف، التفت للولاء، بأن العباس عليه السلام متمسك، يدري ويعلم بأن مع الحسين الموت، يعلم بأن مع الحسين لا يوجد بقاء في الدنيا، الشهادة. فاختار الشهادة مع الحسين عليه السلام على أماني أولئك الأمويين، اختار العطش مع الحسين عليه السلام على عروض أولئك الأمويين. إذن هنا الإنسان الذي يريد أن يبني شخصية ناجحة في الحياة حقيقية ينبغي أن يكون صادقاً، صادقاً مع نفسه، صادقاً مع عائلته، صادقاً مع إخوته وأخواته، صادقاً مع مجتمعه، صادقاً في كل الظروف، وأيضاً مخلصاً في عمله مهما وصلت الظروف ومهما بلغت الشدائد. هذا الإنسان سوف يكون رمز، وسوف يكون أسوة للآخرين. هذا أبو الفضل العباس الذي جعل فعله جعل الحسين يبكي عليه. الحسين بعض الروايات تقول وضع يده على ظهره ويقول: الآن انكسر ظهري. الحسين عليه السلام إمام، وكلمة إمام للحسين عليه السلام ليست ككلمة إمام لأشخاص آخرين. الحسين عليه السلام عظيم. الحسين عندما يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، هذا شيء كبير، هذا يحتاج إلى وقفة طويلة عريضة بحيث تغير حتى نظرة الإنسان إلى الآخرين. حسين مني وأنا من حسين، هذه الشخصية العظيمة تبكي على أبي الفضل العباس وتنحني على أبي الفضل العباس. وفي عدة أماكن يبكي الإمام الحسين عليه السلام. لماذا؟ هل لكونه أخيه؟ لا أبدا، وإنما لكونه صاحب تلك الشخصية التي أثبتت وجودها في كل الظروف وفي كل المستويات. أيضا هناك درسا عظيما وكبيرا، وهذا اليوم نستفيد منه
فائدة كبيرة لو استثمرناه، وهو أن العباس عليه السلام عندما كان في حالة القتال مع الأعداء وتعرض إلى كمائن، وكانت نتيجة تلك الكمائن بأن تقطع يمينه ثم تقطع شماله ثم تأتيه السهام من كل جانب، كيف كان يتعامل العباس عليه السلام؟ يعني ليس فقط الإنسان ينظر بأن هذه معركة، لا، بعنوانها العام شدائد، ظروف، الإنسان تمر عليه ظروف وشدائد، هنا تظهر شخصية الإنسان، يظهر معدن الإنسان الحقيقي. كل إنسان عندما يقع في مشكلة معينة راقب ذلك الإنسان، فلنراقب نفوسنا عندما نقع في الشدائد، تظهر معادننا الحقيقية، هل نحن أقوياء في شخصياتنا، ضعفاء، نبدأ بالتوسل إلى هذا وذاك، نبدأ بالتملق إلى هذا وذاك، أم نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونعتمد على نفوسنا، أم ما هي الطرق التي سوف نظهر بها أثناء الشدائد؟ العباس عليه السلام يمينه مقطوعة والدماء تقطر منه، وهو ينادي بأعلى صوته: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. قطع اليمين نستفيد منه بأن الإنسان حتى وإن أخذ منه ما يعتمد عليه في حياته، اليمين يعتمد عليها الإنسان في كثير من حياته، يدافع بها عن نفسه ويكسب بها لنفسه ويأتي بالطعام إلى نفسه، واليمين هي كل شيء، اليمين لها معنى كبير. قطعوها عن أبي الفضل العباس عليه السلام، يقول: والله إن قطعتم يمين، حتى لو تأخذون هذه اليمين اللي أنا أستطيع أن أدافع وأستطيع أن أهزم جمعكم وأستطيع أن أفعل ما أفعل بكم وأنتم أخذتموها مني، كما لو أن الإنسان أخذ سلاحه أو سرق سلاحه أو أخذت أتباعه أو أخذ الشيء الذي يعتمد أو أخذ الشيء الذي يعتمد عليه. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، أي يريد أن يقول بأن مبدأ الإنسان لا يمكن أن يفرط به، مبدأك لا تفرط به في يوم من الأيام، لو خسرت كل شيء، أهم شيء المبادئ، أهم شيء الثوابت، أهم شيء دين الإنسان وشرف الإنسان وحرمات الإنسان. إذا الإنسان فرط بهذه الأمور لا فائدة بعد بنفس الإنسان وبدن الإنسان وممتلكات الإنسان. لذلك عندما نأتي اليوم إلى مجتمعنا نقول: أيها المجتمع، تعلم من مدرسة أبي الفضل العباس عليه السلام ولا تنتكس ولا تخشى ولا تخاف، حتى وإن قطع الأعداء يمينك أو شمالك أو فعلوا ما فعلوا بك، أن تتعلم بأنك إذا كنت حراً ودافعت عن مبادئك اعلم بأنك تكون في النهاية المنتصر. النتيجة ليست هي أن أعيش أو أموت، النتيجة كيف أني أحصل على النتائج التي ترضي المولى عز وجل، النتائج الصحيحة. فإذا هذا الدرس العظيم هو درس الثبات، أي أن الإنسان يكون في حالة من الثبات وعدم الاضطراب، هذا نتعلمه من أبي الفضل العباس عليه السلام. بعد الدرس الأخير، وهناك دروس كثيرة ولكن به نختم إن شاء الله، وهو الغيرة. أبو الفضل العباس كان صاحب غيرة، كان يخشى على أخواته، كان يخشى على عائلته، كان يحترم المرأة احتراما كاملا،
كان يحافظ على حجاب المرأة بأي طريقة كانت. ولذلك أيضا درسا لكل إنسان ينبغي عليك أن تستمع وتقتدي بأبي الفضل العباس، لا تفرط بحجاب زوجتك ولا بحجاب أختك أو أمك ولا بحجاب بنتك، بل كن صاحب غيره، كن صاحب غيره. انظر إلى تصرفات المرأة، انظر إلى حجابها، انظر إلى تعاملها، انظر إلى كثير، كن صاحب غيره. لا يكون الإنسان مبتذل والعياذ بالله. هذا أبو الفضل العباس عليه السلام ما كان في يوم من الأيام يسمح لأي شخص كان أن يتعرض لعرضه بأي طريقة كان. ولذلك ينبغي على أي إنسان عندما يسمع بأن هناك خطر على عرضه، خطر على شرفه، خطر من هذا الجانب، ينبغي أن يكون صاحب غيره، لا يكون صاحب دمعة، لا يكون فقط بأنه يتعلم البكاء، كيف أبكي وكيف أخذوا مني وكيف سرقوني، لا، كن صاحب شخصية قوية، صاحب غيره، صاحب تضحية، بأنك عندما تقتل ولو يقطعونك إلى أشلاء بعد تلك الساعة أنت قد رفع عنك التكليف اتجاه عرضك. أما أن الإنسان والعياذ بالله يتعرض إلى عرضه بطرائق متعددة وهو يبكي وهو صاحب دمعة، نعم قد الإنسان يبكي بعد ما يقدم كل ما استطاع ومع ذلك لم يستطيع، نعم حري بالإنسان أن يتألم وهذه الحرقة تظهر من داخل، أما أنه لا، لم تتحرك مشاعره ولم يتصرف أي تصرف من خلال الجبن الذي في داخله أو ضعف الشخصية أو ما شاكل ذلك، نقول لا، ينبغي أن نتأسى ونقتدي بهذا الجبل الشامخ، بهذا الرمز العظيم، وهو أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.